عبارة لا حياة لمن تنادي، هل مقصود الحكومة أن لا حياة فيها؟ وعلى رأسها، وعلى رأس الحكومة، وعلى رأس الحكومة. لا أنا ما أدري، أنا بيّنت الآلية قبل شوي والكل الأخوان سمعوا ومقتنعين، سمحي لي. لا ما عليش يعني، ما بنخاف في جدال، سلمت الله فيك. لكن حياة لمن تنادي هذا كلمة لا تقال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تريد الأخت اعتذار من الحكومة على استخدام لفظ السلطة المختصة، وتعتقد أن المجلس الموقر هو من ضمن السلطة المختصة. أعيدها إلى قانون الخدمة المدنية، أتمنى أن تقرأ وتعرف ما هو المقصود من السلطة المختصة، وسوف يعني وفر عليها الوقت والجهد. وأقول السلطة المختصة حسب القانون الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المختصة، هذا هو السلطة المختصة. فإذا يرون بعض أن مجلس النواب هو أيضا السلطة المختصة، هذا خلاف القانون. أخيرا، ورد عبارة لا تمنون على أيتام الأرامل. والله بعض المداخلات الواحد ما ودي يقولها، وأكلني أضطر. يعني من بادر إلى رعاية الأيتام الأرامل صاحب الجلالة الملك، ولا أستخدم الألفاظ يعني فقط لعاطفة ولكن حقيقة، من التفت لهم منذ البداية؟ من رعاهم منذ البداية؟ من كفلهم منذ البداية؟ هو كافل جميع الأيتام وجميع الأرامل. أن نأتي ونقلل من قدر هذه الأعمال ونستخدم ألفاظ لا تليق بهذا المقام، ما أعتقد أن هذا شيء يعني ملائم. شكرا مع الرئيس.